السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، واذا كانت هذه اول مره كتشوفها القناه ديالي، ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. كما شفتوا في العنوان، ان شاء الله فلوج جديد. هذا الجزء الثاني او التتمه ديال الرحله ديال مراكش. الجزء الاول كما شفتوا كانت في نهار الاول اللي كان السبت، واليوم الجزء الثاني اللي هو الحد. ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لشلال ديال الامليل، غنمشيو لواحد البلاصه اللي زوينه، غنمشيو للمناظر اللي هي زوينه بزاف، الماء شجاري، غتشوفوا كلشي ان شاء الله في الفيديو. دابا هنايا كما كتشوفوا هنا الصباح، انا مازالين في مولاي ابراهيم. المهم دوزنا واحد الليله نقولوا بيضاء بدون نوم، واخا نعسنا فيها واحد شويه مع الصغير، عرفتي ملي كتلقاو هكا البنات الصحابات، الغناء، الجماعه، هليل كيلعب الكارطه، صراحه اجواء اللي هي اكثر من رائعه والله العظيم، خصوصا ملي كتسافري مع صحاباتك. المهم نخليو الخرجه ديال مع الراجل ومع الوليدات ومع العائله، ولكن تاني ملي كتخرجي مع هكا مع صحاباتك كتكون حاجه زوينه، كتخرجي ديال راسك مع صحاباتك كتكون حاجه زوينه بزاف بزاف. والبنات اللي هكذا اللي كيكونوا هكا كيسافروا مع صحاباتهم، راه غادي يعني خصوصا اللي كانوا معايا دابا، راه غادي يحسوا بهذا الاحساس هذا. المهم كما قلت لكم هنايا الصباح فقنا شويه بكري، عاوتاني داروا معنا السبعه، واخا كما قلت لكم ما نعسناش بكري، يعني ما نعسناش بزاف ديال الوقت، ولكن ان شاء الله راه تابعنا العطله. هنا كيما شفتوا السفره هذه كانت في الاول ديال العطله، يعني تابعنا العطله، نعسنا ارتاحينا، ولكن ملي كتكوني هكا مع فشي رحله هكا كتبغي تبروفيتي اكثر وقت، يعني كتبغي تستغلي الوقت لاقصى درجه، يعني ما كيكونش الناس. المهم هنا الصباح كيما قلت لكم فقنا بكري، داروا معنا الفطور، ان شاء الله غنفطروا في الجنب ديال الواد في امليل ان شاء الله. هنايا صافي مولاي ابراهيم جمعنا حوايجنا، صافي الصباح كيما قلت لكم هذا بكري. هنايا هو البلاصه اللي تقدينا منها في الفيديو الاول في العشيه، راه كانت عامره، شوفوا بحال ما كان حتى واحد، يعني سبحان الله، زعما ديك الحوانت اللي كانوا محلولين والناس غاديين وجايين للبوري، راه السبعه الصباح خرجنا، راه ما كاين حتى واحد. صافي هنا جينا خدينا تصويرات هكا مع هاد البلاصه هادي مكتوبه فيها هكا مولاي ابراهيم، صافي خدينا تصويرات كما قلت لكم، وان شاء الله غادي نشدوا الطريق الى الجبال والى الادغال والى الاشجار، زعما واحد البلايص اللي زوينين بزاف، الحماق الحماق والله، شي بلاصات زوينين بزاف، اول مره كما قلت لكم نمشي لهاد البلايص هادو، شي بلايص زوينين، غادي نخليكم مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم. حاول تغلي في بضاضة ريدك وكريكس دوسان غريب صبار ليلي وليلي ليلي وليلي سالت سنو وحاول تغلي في حاول تغلي في بضاضة ريدك وكريكس دوسان غريب صبار ليلي وليلي وصلنا الى امليل. مشيت في الهوى الثاني وعندي احبابي ما سخاوي بحر الغيوان ما دخلت بالعاني هنا البنات. صافي كنا وصلنا لامليل، وصلنا لتمايا، وصلنا لها بكري، كلشي ناس، ولكن معنا حنا حتى واحد ما يبقى ناس، ولكن الجو واعر كما قلت لكم، عرفتي بحال اللي كتمشي فشي في اوروبا ولا شي حاجه، شجار والجور طاب، ومع هذا الجو هذا ديال الخريف كيبان لك هكا الشجار يصفرين هكا، عرفتي واحد المنظر زوين بزاف والله، شي مناظر زعما الهبال والله العظيم، زعما الجو زوين بزاف. غادي نخليكم مع الاجواء والغنى هكا في الطريق، عرفتي راه عرفتي خصنا هنا نخرجوا الجو علينا والله العظيم، ولكن الاجواء اللي هي زوينه الاجواء اكثر من رائعه. وي وي
حيت تقول مزينة وار وار من يضرب فن كلشي فاق مساكن فاقو داري بحال داك اللي كيفيق في السحور سعدات ومقابلين مع هاد المناظر قسمي قسمي قسامة شرينا بيمو شرينا بيمو بيمو عشرين بيمو أهلان بيمو بيمو دابا هنا البلاص باش تفهم واش نوقع دابا كنا غاديين وكان واحد الجيالات كانوا طالعين حتى هما تما كيتمشاو وبداو البنات كيغنيو عليهم بحال هكا حنا كنا سابقين وهذوك اللي كانوا مورانا كما كتشوفوا كانوا كيغنيو ليهم ونط واحد السيده ملي غناو عليها وسالو وهي تعطيهم 20 درهم داكشي علاش حتى شدينا فيهم قلنا لهم خصكم تقسموا معنا ولكن البنات كما قلت لكم والله الا اجواء اكثر من رائعه خصوصا هاد البلاصه هادي فاش هبطنا عرفتي غادي كنغنيو والناس هكا ناعسين كاين اللي فايق مسكين والله الا فايق وكيطلعوا علينا ولكن كما قلت لكم الجو زوين بزاف واخا كاين واحد البرد المود ديال البرد ولكن جو زوين بزاف هنا البنات كما كتشوفوا هنا جينا للواد هنايا واحد الشيه غنفطروا ان شاء الله وغادي نطلعوا للشلال من جهه هذا الماء هذا المهم ما عرفتش كتسمعوني ولا لا ولكن الصوت واعر واحد الطبيعه واحد الهدوء واحد راحه البال صراحه جو زوين بزاف عرفتي كتنسي ستريس كتنسي الخدمه كتنسي جو زوين قرير المياه المهم هنا الصباح باقي الحال كيما شفتو فقنا بكري هنا صافي جينا لإمليل هاتي الخضورية والجو يا سلام Thank you.
رحنا فيه الناس راه طالعين. لا شنو عاوتاني غلط؟ كنت ما ديريش صاحبتي العلامات شكون سول داك الراجل؟ هو اللي قال جوادي وفوق دارو جا نعم رامي والبياض ها نقصوا ها داو لي الماتريال بيتها هاكي الماتريال عطيني مايا يلا لا لا ستي عطيهم لي وليهم يا بياض نختاج عليك نوفيا ما بيعطوش بالفرنسي يا هادي ساعة مبركة فاتلاك لا
صافي هنا البنات كما كتشوفوا هنا غنطلعوا للشلال ديال امليل، ولكن عيينا حتى السفل، ولكن اجواء اكثر من رائعه. ها منين جينا دابا وقفنا نرتاحوا شويه، نرتاحوا واحد شويه هذيك الساعه نكملوا، ولكن كما قلت لكم الجو زوين بزاف، الهدوء والسكات عامرة الدنيا مع دابا العطلة، خصوصا هاد الويكاند السبت والحد عامرة تبارك الله. عندي كوكوس رندي معايا نعاونك. ولي ولي علي ما طحت. هلا هلا Thank you.
وهنايا كما كتسمع البنات هنا قربنا للشلال، كتسمع الصوت ديالو واعر طبيعي على الخضراء. ديري اللوان تفولكي اللوان. هذا البابون فين لا الخزامه هذيك هذا الريحه انا داك المخلوط ديال لا داك مخلط اسميتك مخلط فيه الوادي ديال الوقيله ديال سميتها ديال الشعر فيها الريحان فيها السنبل فيها الورد ها هو راه تخليط كيدير شي شبر شعرو ماشي كيجي داك الخزامه ديال الشعر باش هاد الجامع انا راه قال لي كاع ليا تبيع ولكن انا درت لكم دابا 80 الا ما بغاش ماشي وانا نجي لي دابا 80 الحاجه هذيك قال لي 60 ما بغاش قال لي انا وصلت 80 اوكي جالس في الكفر انا نزال شمي ريحه الورد يا صاحبتي دغيا يسوى توا تهزفت قلت لي شفتوا دغيا يشتهر سوزو بيا شي ما عمرنا ما تمشيناه تمشيناه لا اليوم ولا البارح بزاف والله
الزرداني كاينه الكره اللي فيها مره ثانيه يلا ديروا ابوني ديروا ابوني ديروا ابوني سبسكرايب بس واش يكون داك المسيح اللي هو الحد غيكون
وهنايا البنات كيما شفتوهم بعد ما تغدينا في امليل طلعنا للشلال فوجنا تما ضحكنا نشطنا صافي في العشيه جينا لمراكش درنا فيه توا كيما شفتو درنا شويه واخا مراكش كان عامر بزاف مع دابا اليوم ديال الحد ودابا العطله كان عامر بزاف ولكن كان توا زوين كان فيه الجو زوين هكذا كان جو دافي ما كان لا برد لا والو توجبنا فيه دويره تقريبا جلسنا فيه شي 4 ديال السوايع درنا تمايا تعشينا صراحه كان توا زوين بزاف صافي ودابا ان شاء الله غادي نشدو الطريق غادي نرجعو لاكادير نرجعو ان شاء الله تقريبا وصلنا هكاك لاكادير مع ديك الوحده ديال الليل وهكذا كيكون الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو كنتمنى انه يعجبكم والفيديو ودوك المناظر اللي شفتو معايا حتى تكون عجبتكم اللي كان هو اول مره غادي يشوفها يكون حتى هو عجبو الفيديو والى فيديو اخر بسلام عليكم وخليت لكم السلامه باي باي الى اللقاء.